تعليقا على تصدر الإمارات الدول العربية كدولة قائدة في تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي 2022، أكد سعادة الدكتور علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن تصدر الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر الاقتصاد الرقمي للدورة الثالثة على التوالي يعكس رؤية قيادة الدولة الحكيمة في تصميم الخطط والأنظمة التي تدعم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وتساهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام. Thank you.